بدأ كده. تمام يا دكتور. قلنا الجرياتريك هيلث، خلاص احنا خلصنا الجزء الاولاني اللي اتكلمنا فيه عن الانترودكشن وشويه الديفينيشنز اللي قلناهم والبيولوجيكال تشينجز، وبعدين دخلنا على الانفكشنز وقلنا الانفكشنز المهمه ايه وطريقه البريفنشن بتاعها ازاي، وقلنا هنقول المره دي على النون كوميونيكابل ديزيزز. ايه اكتر نون كوميونيكابل ديزيزز ممكن تحصل في نعم هو صفحه كام في الكتاب؟ 155. كام يا محمود؟ مين معاه الكتاب؟ انا صفحه كام؟ 155. ايوه يا دكتور. تمام. النون كوميونيكابل ديزيزز امونج الالدرلي اللي هي نون انفكشوس ديزيزز. احنا قلنا الانفكشوس ايه اهم ثلاثه انفكشنز كانوا بيحصلوا في كبار؟ اللي قرا اي حاجه يقول لي مين؟ انفلونزا ونمونيا وهربس زوستر. تمام، برافو. طيب ايه اهم النون كوميونيكابل ديزيزز اللي بتحصل في الكبار؟ متمثله في ماسكرو سكريتال ديس اوردرز، انكونتنس اللي هو سواء كان يورينري او فيكال انكونتنس، امبيرمنت اوف فيجن، لوس اوف هيرنج، منتال ديس اوردرز، اورال اند دنتال بروبلمز، كانسر، وبعدين الاكسيدنتس. يبقى هم الثمان حاجات دول هم اللي احنا بنركز عليهم في كبار السن عشان نقدر نتلاشى هذه المشاكل. طيب ماسكروسكليتال ديس اوردرز 80% of the elderly have some type of osteoarthritis. يبقى الاوستيوارثرايتس ده مهم جدا من اهم مشاكل كبار السن. في بيحصل degenerative changes in the cartilage and the surfaces of the joints. يبقى إذن مهم جدا اعرف انه 80% من كبار السن يعانون من التهابات المفاصل. ده degenerative changes بتحصل طبيعي جدا مع السن ومع الوقت، ولكن اقدر بايدي ان انا اخر الكلام ده بانه بياخد كالسيوم وبان هو بيعمل رياضه مستمره، التغذيه الصحيه. Most aged persons have restricted movement of the hip, spine and knee joints. يبقى الهيب جوينت، spine والني جوينتس، كل دول حاجات بيبقى restricted movement بتاعتهم. There is pain and stiffness during walking and in movement of head and neck. Usually pain killers are used and elderly prefer to remain indoor. يبقى هو بيبقى عنده معاناه في الحركه وبيستخدم انالجيزكس دايما باستمرار. بتلاقي جده معاه الشنطه بتاعته دايما فيها حاجات مسكنات علشان الالم المفاصل وعلشان الحركه وكده. الانكونتيننس بقى is the inability to hold back the desire to urinate or defecate. ما يقدرش يمسك نفسه لما يجي يعمل urination او defecation، ما يقدرش يمسك لان السفنكتر بيبقى فيه weakness. فاليورينري انكونتيننس بيحصل ديو ديو اليورينري بلادر بتبقى صغيره اسمه، وبيبقى في ماسل ويكنس فيها وبالتالي ما بيقدرش يتحكم. في ايه كمان؟ ويكننج اوف ذا سفنكتر ويتش كنترولز افويدنج اوف يورين. يبقى السفنكتر اللي بيتحكم في انه يفضي اليورين ما بيبقاش سليم. كوم ان مالتي باراس وير ذي ار ذي ديفاين ديفيكالتي ان هولدنج يورين سبيشالي وين كافينج سنيزنج اور ايفن لافينج. ستريس انكونتيننس بيسموه. مالتي بارز اللي هم مين؟ مين المالتي بارا؟ يعني ايه حد عارف؟ ها؟ يعني ايه معنى الكلمه اصلا؟ مش عارفين. ما انا بقول بس ما ده سؤالي. هو حد عارف؟ ها؟ نولي بارز كان ما خلفتش تقريبا، فمالتي بارز ده يعني اتجوز كتير يعني ولا ايه؟ انت قلت ايه اللي ما خلفتش مين؟ نولي بارس. نولي بارس. طيب يبقى مالتي بارس ايه؟ يبقى خلف كتير؟ ما خلفتش. طيب خلفت كتير. انت بترد على نفسك اهو. خلفت أيوة كتير صح. فحصل السفنكتر بقى الماسلز والسفنكتر بتاعت البلفز بقت ضعيفه، فبتقدرش يبقى في ديفيكالتي ان هولدنج اليورين مع الكحه مع العطس مع حتى الضحك القوي شويه. بيبقى يسموه ستريس انكونتيننس. حصل ضغط على السفنكتر فبيحصل انها inability to reach the bathroom in the suitable time because of the slow mobility. يبقى اذا
اللي فاتت دي اللي اسمها ستريس انكونتيننس نتيجه الويكنس في المصل بيحصل مع الكحه والعطس مع العطس والكحه. لكن لو ايه لو هي ان ابيليتي تو ريتش الباس روم ان ذا سيوتابل تايم بيكوز اوف ذا سلو موبيليتي تبقى لو هي مع السلو موبيليتي خالص يبقى فانكشنال انكونتيننس. ده بيحصل مش نتيجه العطس بقى وهي قاعده، لا نتيجه ان هي الحركه بتاعه الكبير السن او اللي رايح حمام حركته بطيئه فمش قادر يتحكم فده بيبقى اسمه فانكشنال انكونتيننس. Elderly men usually suffer from enlargement of prostate that can lead to some urinary symptoms. برضو نفس الكلام عند كبار السن البروستات بتعمل لهم مشاكل والincontinence برضو. Fecal incontinence is less common. Importance of this problem ايه؟ المشكلة الفيكال بالذات انها محرجة شوية عن عن urinary. Elderly feel ashamed to report it. They prefer to stay indoor. Thus, they become socially isolated, and this lead to depression. بيبقى يا عيني ربنا يعافيهم، بتبقى المشكلة بالنسبة له محرجة جدا وما بيقدرش يتعامل مع الوضع اللي وصل ليه، فبيفضل ان هو يقعد في البيت فبيبقى isolated وده بيحسس depression. المشكلة اللي بعد كده impairment of vision. بيحصل gradual reduction of vision occurs normally with aging. Elderly need stronger light to read or focus on small objects. يبقى بيحتاج إضاءة قوية علشان يقدر يركز في الحاجات الصغيرة. Cataractological condition in the elderly. The lens becomes opaque and if both eyes are affected, the person becomes almost functionally blind. لو هو العدستين باظوا بقى فيهم الكاتاراكت بيبقى opaque طبعا فبيقدرش يشوف. تعمل عمليه صغيره جدا minor surgical operation to remove the lens will restore the vision with the use of proper eye glasses. بيستخدم بيشيل عدسات المعتمه، بيحط عدسات في العمليه، بتحط له عدسات غيرها وبيشوف برضو، بيستخدم نظاره قرايه بعد كده. Loss of hearing بيبدا slowly due to the gradual deterioration of the nerve that transmits sound from the ear to the brain. يبقى برضو بيحصل gradual loss of hearing. Deafness affects the mental status of certain persons. لو هو مش سامع، deaf person مش سامع خالص، فده بيديله مشاكل عقليه شويه من ان هو مش مركز، مش عارف ايه اللي بيتقال، فبتبقى دي مشكله بالنسبه له mentally. They tend to become shy and isolated. برضه مش عايز يخرج، كل شويه بيسمع الناس بتقول ايه وكل شويه عايزهم يعلوا صوتهم وهو مش سامع. They prefer to avoid to people rather than face the embarrassment of being known as deaf person. يعني بيفضل ان هو ما يتعاملش مع الناس افضل ان هو يعاني من مشكله ان هو يبقى يعامل ان هو deaf person. Mental disorders are common in the elderly. In most developing countries, these disorders are not well characterized and are often dismissed as normal behavior of old age or senility. بيعتبروه يقول لك يلا ده كبر، المصطلحات الشائعه الغير مقبوله، ده كبر وخرف، يلا ده سنه كده، ده العجز بقى، ده مش عارف ايه، كل المصطلحات دي في الديفلوبينج كانتريز عندنا بيعتبروا ان الحاجات اللي بتحصل منتري دي لا يمكن التغلب عليها ولا يمكن تفاديها لانها تطور طبيعي مع السن، مع ان ده طبعا شيء خاطئ تماما. المفروض احنا بنراعي ان ازاي ما يوصلش بينا الامر لهذه المشكله. Mental disorders اللي موجودة عندنا depression, anxiety, dementia. The most common هو depression. The most common mental disorder in elderly هو depression. It could be due to loss of status, retirement from work, inactivity, isolation. يبقى هو الحالة اللي كان عايش فيها من حوالي ناس وعيشة وكده ما بقتش موجودة، وبعدين retirement from work اللي هو التقاعد، inactivity ما فيش نشاط بيبذله، وisolated عن الناس، فده ممكن يدخله في depression. Anxiety, fear of impending death, ill health and economic security. يبقى هو خايف من موت، خايف من المرض، خايف من الحالة ان هو ميبقاش عنده فلوس يصرف منها. Dementia, loss of intellectual capability which interfere with daily life. يبقى القدرات اللي هو محتاجة منه إدراك بشكل يومي لما بتختل بتبقى عنده مشكلة. زي ايه؟ زي شورت الميموري بتاعته، الشورت ميموري اند لونج تيرم ميموري، بروبلم سولفنج ابيليتي، جادجمنت، كالكوليشن، سبيتش،
performance of coordinated movement. الحاجات دي بتحتاج ان هو يعد فلوس، يحاسب السوبر ماركت، ياخد قرارات في حاجه معينه، ياخد يحل مشكله حصلت قدامه، الحسابات، السبيتش، تحدث وسبيتش مع ناس بطريقه معينه. لما بيقدر يحصل خلل في الحاجات اليوميه بتاعته دي تبقى مشكله بالنسبه له. The mild impairment of memory such as forgetting names is common in the elderly and is of no consequence. يعني عادي ممكن يحصل بشكل مايلد كده انه ينسى اسامي، ده طبيعي. If the deterioration in the intellectual function interferes with the daily living, it should be considered as a disease. A person forget he has just had breakfast and repeatedly asks the breakfast or gets lost in his own village or urinate in an appropriate place. يبدا مع مرور الوقت مش بس قصة ينسى اسم حد، لا ده بينسى هو فطر ولا مفطر ولا ما اكلش، ويفضل يطلب فطار تاني بعد ما يكون فطر، وبعدين يبدا ينسى اسم القرية بتاعته، وممكن ما يعرفش يروح بيته، ممكن يعمل يورينيشن في اماكن مش مناسبه ومش مش 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 واعي لده. وبالتالي قسموها الى تو نوعين، تو تايبس، برايمري اند سكندري ديمنشيا. برايمري ديمنشيا المعروفه عندنا باسم الزهايمرز ديزيز، يبقى برايمري والزهايمرز كومن كوز اوف ديمنشيا ان ذا ديفلوبد كانتريز. الريسك فاكتورز بتاعتي فاميلي تندنسي اند جينيتك باك جراوند وبيشنت وذ داون سيندروم are at risk at increased risk when they living beyond 40 سنه. يبقى الناس اللي كان عندهم داون اللي عندهم داون سيندروم لو عايش لفتره بعد يبقى اكتر من بعد 40 سنه بيبقى exposed ان هو يجيله ديمنشيا، برايمري ديمنشيا. صوتي واضح يا اولاد ولا انا فصل من عندك ولا حاجه؟ حد يلاقيني كده. تمام يا دكتور واضح. شغال يا دكتور. تمام يا دكتور شغال. تمام دكتور. يعني مكتوب هنا البرايمري ديمنشيا يعني هي اللي هي بتعادل الزهايمر يعني؟ اه هو الزهايمر، ما هو الزهايمر ديزيز بيسموه برايمري ديمنشيا. برايمري ديمنشيا بيسموه والسكندري ديمنشيا جايه انت مستعجل ليه؟ تمام. هيستوري اوف هيد انجري، لو عنده هيستوري اوف هيد انجري برضه بس لوس اوف كونشسنس بيبقى ده عرضه للبرايمري ديمنشيا. ماتيرنال ايج للزن 20 لو اتجوزت اصغر من سن 20 او اكبر من 40. اكسبوجر تو المونيوم كونتيننج انتي بريسبيرانت، سيجاريت سموكينج، او اورجانيك سولفنت، والتريتمنت بتاعنا بيبقى سايكو سوشيال. ده اكيد الزهايمرز ديزيز يا جماعه بتحتاج انك بتعالجه سايكو سوشيال قبل ما تعالج بالميديكال تريتمنت. Secondary dementia may be due to sensory deprivation, poor vision or hearing lead to apathy and dementia like picture. Endocrine disorder as hypothyroidism, where transient delirious episodes can occur due to intercurrent illness or disruption of the familial or supportive environment. يبقى secondary dementia بتحصل نتيجة حاجة في السنسوري، في السنسوري انتوا طبعا عارفين الفرق في السنسوري والموتور اكيد خدتوا الكلام ده. Poor vision or hearing lead to apathy and a dementia like picture. يبقى نتيجة الضعف في البصر عنده والسمع بيبقى فيه مشكلة في الإدراك بتاعه، وفي ممكن تبقى endocrine disorders زي الهايبوثايرويديزم بتعمل sensory dementia برضو. Transient delirious episodes بيبقى فيه زي transient episodes كده attacks بتجيله من الديلوجنز والهلاوس. Can occur due to intercurrent illness or disruption of familial or supportive environment. لما انت بيبقى الناس الفاميلي بتاعته مش حواليه ومفيش familial support بيحصل delirium episode. Oral and dental problem طبعا الناس مع تقدم السن بيفقد اسنانه يبقى loss of teeth take place. Many elderly use denture while those lower income levels cannot afford. الناس ما تقدرش تجيب اطقم سنان وبالتالي بيحصل مال نيوتريشن، بيحصل كونستيبيشن، بيحصل بور اورال هيجين. يبقى الناس اللي هم عندهم مشكله في السنان طبعا مع مش كل الناس تقدر تجيب طقم اسنان تلبسه، وبالتالي هيبقى عنده مشكله في انه ياكل، عنده مشكله في ان هو يبقى فيه اورال هيجين كويس لان مفيش طقم اسنان ومفيش رعايه باسنانه. عنده مشكله في ان هو محسن ممكن يحصل له مال نيوتريشن طبعا نتيجه عدم هضم الاكل كويس والكونستيبيشن. كانسر
كانسر انا مش عايز اشرح فيه، المفروض دكتوره ايناس شرح موضوع الكانسر ده، مش كده ولا ايه؟ ايوه يا دكتور، لسه دكتور ايناس حصل يا دكتور. تمام، يبقى احنا الكانسر هنعرف بس منه التست اللي بنستخدمه اللي جاي بعد شويه هقوله لكم، اقول لكم عليه. لكل كانسر كل اورجن معين ليه تيست معين بنشوفه كيعتبر تيومر ماركر. يعني احنا عدينا ايه بعد الكانسر اكسيدنت؟ ما جاي يا حبيبي، جاي يا بابا هقوله لك. دكتور كده الاورال، نعم اورال كده خلصت. ايوه انا في محاضره وخلص ونتكلم. ماشي ماشي اوكي ماشي سلام. بتسال على ايه؟ بتسال على ايه اللي خلص؟ الورقه اللي عامله صفحه في الكتاب ده بس اللي معانا اللي انت حضرتك قلته. اللي انا قلته بس. تمام يا elderly are prone to accidents because of loss of muscle power for quick movement to prevent a fall. يبقى هم عرضه جدا لان هم يقعوا كبار السن. ليه؟ عشان المسل باور بيقل جدا خصوصا الكويك موفمنت. loss of balance due to guidance or vertigo. two-thirds of all accidents among the elderly happen in their homes جوه البيت. simple falls on floor or stairs resulting in fractures of legs or hips are a common cause of impairment among the elderly. طبعا المشكله ان هم ممكن يحصل انه يقع يتزحلق في الارض او في السلالم في البيت، وبالتالي ده بيبقى مشكله كبيره جدا لكبار السن. The most common cause of accidents happen in such situation getting out of bed وهو بينزل مع السرير، cross the doorstep وهو بيعدي خطوات البيبان، sleeping on rugs or carpets, using the stairs usually when coming down ونازل من على السلم. عشان كده لما تيجي تقول ازاي ابعد عن الحاجات بتاعت الاكسيدنتس، انت بتعكس كل الحاجات دي، وهو قايم من السرير تحط جنبه اضاءه، تبعد من قدامه السلوك اللي موجوده، ما تخليش فيه خطوات في الشقه كتير واعتاب عتبه الباب اللي ممكن يعديها، ما يبقاش فيه سجاجيد تزحلق على الارض. كده يعني. two-thirds of accidents among the elderly having their home environment the prevalence rate of falls increase steeply with age above 65. طبعا بيزداد بشده معدل حدوث الحوادث اللي انه يقع في الناس الاكبر من سن 65. higher in women than in men عشان طبعا بيمارسوا حركه كتير في البيت اكتر. simple falls or floors on stairs result in fractures of legs or hips which are common cause of impairment. والكلام ده متعاد ولا ايه؟ ماشي تمام. prevention بقى بتاعهم ازاي؟ prevention of health hazards of elderly primary prevention health education. primary prevention دايما عباره عن health education and immunization، دي دايما الحاجات اللي بتيجي في البرايمري. والسكندري بريفنشن هو السكريننج، والتيرشري بريفنشن هو الريهابيليتيشن. يبقى عناوين واضحه زي ما كنا بنقول البريفنشن بتاع الانفكشن عباره عن جنرال وسبيسيفيك، وكنت بقول لك الجنرال بتاعي اللي هو لما يكون جود فنتيليشن جود نيوتريشن هيلث اديوكيشن برضو، وكان سبيسيفيك بتاعه كان فاكسينيشن وكيمو بروفيلاكسيس، ده في الانفكشن. تيجي في النون انفكشوس ديزيز والنون كوميونيكابل ديزيز تقول الانفكشن البريفنشن بتاعنا برايمري سكندري تيرشري. برايمري عباره عن هيلث اديوكيشن اند اميونايزيشن لو في تطعيمات، وطبعا لو مش تطعيمات يبقى لايف ستايل موديفيكيشن زي ما هنشوف زي ما شفنا في الهايبرتنشن والدايبيتس مع الدكتوره ايناس. ده في البرايمري. السكندري سكريننج اللي هو ايرلي ديتكشن اوف ديزيزز ببعض التستات المعينه اللي هنشوفها دلوقتي. تيرشري يعني ريهابيليتيشن، يعني اقدر ازاي ان انا اخليه يتاقلم مع الديزيز اللي موجود عنده وعلشان يتجنب حدوث مضاعفات للديزيز بتاعه. فالبرايمري بريفنشن هيلث اديوكيشن اند اميونايزيشن، وزي ما اتعلمنا هيلث اديوكيشن لمين؟ زي ما اتعلمنا في لما كنا بنتكلم عن هيلث اديوكيشن زي ما قلت لكم انا، وزي ما قالت لكم الدكتوره ايه، بتحدد انت بتعمله لمين؟ بعمله هنا للالدرلي تو تيتش هيمسيلف كير و to the caregivers of the elderly للناس اللي هم كبار في السن عشان يعرفوا يراعوا نفسهم، والناس اللي هم بيرعوهم الكير جيفر سواء في دار مسنين او في البيت. الهدف بتاعي ايه؟ to maintain a healthy lifestyle must cover different aspects of life عشان اقدر maintain اللايف ستايل بتاعه كويس. طيب الميثودز بتاع هيلث اديوكيشن ايه؟ the most suitable healthy education method in elderly in Egypt is mass communication through mass media. وطبعا دلوقتي بقى في حاجات كتير جدا السوشيال ميديا بقى والبوسترز والحاجات اللي انتوا اتعلمتوها في الهيلث اديوكيشن. سكوب اوف هيلث اديوكيشن ايه اللي هركز عليه؟ اول حاجه الدايت.
هتقول ايه في الضيق بقى؟ هنقول ايه في الدايت دكتور؟ حضرتك صوتك قطع. هنقول صوت قطع دكتور. دلوقتي سمعني كده؟ انا ما عملتش حاجه. تمام. هنقول ايه في الهيلث اديوكيشن في الدايت؟ هو مكتوب سي نيوتريشن. يعني اللي هو مثلا ايوه اللي هو ينزل وجبات، ثلاث وجبات زي ما قلنا، اللي هو الاكل بعد الساعه 6. لا مظبوط، هو ده ياكل الاكل في ميعاد. الصوديوم كونتنت سبايسي برضه فوربيدن، ممنوع. اللابتوب يفصل يا دكتور. هوب هوب هوب، احنا ما نعرفش مش هتشحن. ها استنى كده. شغال كده؟ شغال يا دكتور. تمام سامعني كده؟ تمام شغال. طيب حد دلوقتي اللي يحصل في النيوتريشن فعلا مظبوط؟ الهيلث اديوكيشن ازاي هنقول ايه فيه؟ الاكل المتوازن. تمام. بطل شرب الشاي قبل الساعه 6. نعم، يبعد عن الشاي قبل الساعه 6. بالظبط بالظبط بالظبط. بلاش الساتوريز فاتي اسيد والحاجات دي. هو ده الكلام اللي هو بيتقال في النيوتريشن بتاعت الدايت. طب فيزيكال اكتيفيتي بقى، فيزيكالي اكتيف ديلي لايف شود بي مينتيند، افويد سيتنج اور لاينج موست اوف ذا تايم، برولونجد بيد ريست اند ديسكونتينيويشن اوف ذا يوجوال اكتيفيتيز ليدز تو. لو هو قعد في السرير كتير وما عملش اكتيفيتي بيحصل ليميتيشن اوف موبيليتي which increase the risk of falls and fractures and decrease the muscle strength. بيقلل من المسل سترينث وبيزود من احتمالية انه يحصل فراكشر وبيزود من الليميتيشن بتاع الموبيليتي. جوينت تراكشرز اللي هي بيحصل الانكماش في الجوينت بتاعته، يحصل نمونيا وكونستيبيشن، بريشر سورس اند منتال افكشن. Walking is the best exercise provided there is no contraindications. لو ما فيش اي موانع من هو يمشي يبقى الووكينج ده مهم جدا. يمشي قد ايه؟ يمشي 30 دقيقه 3 مرات في الاسبوع. It helps in burning up excess calories. بيحرق السعرات الزياده اللي عنده. Smoking طبعا، stop smoking as a risk factor of various cardiovascular disease and respiratory disease and cancer. Sleep no need for using sleeping pills. ما استخدمش اقراص المنومه. As the sleeping requirement decreases with age، لأنه بالطبيعة الحال هو ساعات الاحتياجه للنوم بيقل مع كبر السن. تلاقي جده في البيت بينام 4-5 ساعات بس غير كل الناس. Maintaining a regular sleep schedule is essential for the biological rhythm of the body. Avoid frequent naps and having variable sleeping hours as this causes disturbed sleep at night. بلاش اسمها ايه الغفوه، الغفوات بينامها الظهر دي بلاش كبار السن يعملوها لانه كده مش عارف ينام بالليل. فانت تخلي معاه يخلي ميعاد نومه ثابت، هنام الساعه مثلا 12 بالليل، يصحى الساعه 6 الصبح 7 زي ما ينام، بس يخلي ميعاد نومه ثابت بالليل. بيرسونال اند اورال هيجين، عشان كل اللي زي ما احنا شايفين دلوقتي احنا شفنا ايه المشكلات هنا، بنوعيهم ازاي يبعدوا عنها بعكسها. يعني الدايت طبعا الباول موفمنت تبقى تحسن ازاي بدايت هاي فايبر ان دايت اس فريش فروتس اند فيجيتابلز. طبعا اكل الفواكه والخضروات شيء مهم جدا. سوشيال اكتيفيتي ريمينينج سوشيالي اكتيف از ذا بيست واي تو بي منتالي هيلثي اند افويدنج ديبريشن. طبعا يبقى دايما في زيارات للاهالي والاقارب، ودايما يبقى القعده مع الناس والونس والخروج مع الاصحاب وكده، ده بيخلي الدنيا الطف بكتير ويبقى avoiding depression. Prevention of accident نعكس الحاجات. Avoid risky situations. Be cautious during driving or crossing the road. Use electric heaters. يستخدم السخانات الكهرباء instead of gas for fear of poisoning if accidentally left on.
care should be taken from burns while cooking at home. Avoid loose carpets بقى الحاجات السجاجيد. Poor elimination الإضاءة الضعيفة. Excessive furniture الأساسات الفرش الزيادة في البيت ملوش لازمة. Slippery floors الأرض المزحلقة. Unsafe stairs السلام الغير أمان. Quick movement بلاش حركة سريعة. Getting out of standing quickly بلاش يقوم مرة واحدة من هو قاعد. From sitting position, this may cause you lose your balance. ممكن يفقد اتزان ويقع. Prevent urinary incontinence ازاي؟ Try to empty the bladder before it's necessary. مش لازم استنى لما يتزني عشان يدخل الحمام. باستمرار طول ما هو موجود ولاقي حمام جنبه يفضل يفضل البلادر. Try to pass all the urine in the bladders each time you go to the toilet. بالراحة كده ويستنى لحد البلادر ما تفضى. Fix times of going to the toilet. In all cases, consult a doctor لو في أي مشكلة. Intake of hormonal replacement therapy under supervision of a physician. طبعا physician لو هو طبعا خصوصا في السيدات بتحتاج جدا للهرمونال replacement. Intake of antioxidants to protect the body against the hazards of free radicals and other oxidants that play a role in the etiology of different degenerative diseases. مهم جدا الانتيوكسيدانس دي انها تتاخد وتتاخد في الاكل كمان علشان بتحمي من degenerative diseases كتير. Antioxidant defense of the body is through enzyme systems that reacts with the oxidizing chemicals and diminishes the concentration of harmful oxidants in the body. Adequate nutrition طبعا providing trace elements as selenium, copper, zinc and magnesium rich in vitamins, vitamin E, vitamin C, vitamin E play a role in maintenance of these enzymes. Antioxidants could be dietary or given as supplementary capsules. كله كلام زي ما شايفين كلام عام. Dietary antioxidants are present in fresh fruits and vegetables. زي dietary antioxidants, الكاروتينويدز, other than beta carotene. يعني حاجات مش مهمة قوي دي. السلايد دي مش شرط يعني. Immunization مهم قوي. Completing the schedule of tetanus and diphtheria given every 10 years. يكمل جدول التطعيمات بتاع التيتانوس والدفتيريا. انفلونزا فاكسين اللي احنا قلناه خدنا انفلونزا فاكسين يا اولاد. ولا خدنا كيمو بروفلاكسز؟ كيمو بروفلاكسز دكتور. خلاص اكتب له فاكسين بس انفلونزا فاكسين. نيموكوك الفاكسين البوليفيلنت فاكسين كونتيننج ذا كابسول البوليساكرايد كل 5 سنين. نعرف جدا النيوموكوك الفاكسين بيتاخد كل 5 سنين. هيباتايتس بي فاكسين فور هاي ريسك جروب. هو ده اللي كنت بقول عليه بقى. سكندري بريفنت ايرلي ديتكشن اند بروبر تريتمنت اوف ديزيزز. ايرلي ديتكشن از دان ثرو سكريننج تيست فور ايلدرلي انكلودنج. نحفظ بقى الحاجات دي كلها. هايت اند ويت اور انكل ني لينث علشان نشوف لو اوبيز. بلاد بريشر ميجرمنت. فيجوال اند هيرنج اكوتي. ديب ستيك اناليسيس فور شوجر اللي هو الشكه اللي بتتعمل بتاع جهاز السكر. كلينيكال بريست اكزامينشن اند انوال ماموجرافي فور ايرلي ديتكشن اوف كانسر بريست ان وومن ايجينج 50 ييرز اند اوفر. بون مينرال دنسيتي ميجرمنت فور ديتكشن اوف اوستيوبوروزس سبيشالي ان وومن. سيتولوجيكال سكريننج فور سيرفايكال كانسر اتس دان افري 3 ييرز اف وومن هاز نورمال سميرز. فيكوكال بلاد تيستينج or sigmoidoscope for early detection of colorectal cancer in people 50 years and over. Annual prostate-specific antigen or PSA in conjugation with digital rectal examination for early detection of cancer prostate in males aging 50 years old and over. Alpha-fetoprotein طبعا علشان positive for hepatitis B surface antigen used for early detection of hepatocellular carcinoma in elderly. العشرة دول يا أولاد يتحفظوا. دول مهمين جدا في حياتك طول ما انت ماشي لو عايز تعمل متابعه لاي حد. وكسكند سكريننج كسكند بريفنشن اوف ديزيز اللي هي كلمه سكريننج. كيوراتيف رول بقى يعني كانت الاول حاجه ايرلي ديتكشن اللي هو الايرلي ديتكشن وبعدين اللي هو اوف ديزيز سكريننج تيست في الاول نمبر A وبعدين B عندنا كيوراتيف رول treatment of diseases and follow up of other cases undergoing minor surgical procedures زي الكاتاركت زي ما قلنا. record keeping يبقى عنده تتسجل دايما الامراض اللي تبقى موجوده في كبار السن وتسجلها عندك. provision of drugs نحسن من الاداء اللي نحسن من وجود الادويه اللي بيحتاجها كبار السن زي ادويه الضغط والسكر والحاجات اللي بيحتاجوها.
rehabilitation بيسموها tertiary prevention. Rehabilitation for disabled elderly can either be done in the center في مكان هو قاعد فيه, special institution or at home of the elderly. انت تراعيه في بيته او في دار المسنين. Primary health care worker should be اللي هم سوري primary health care workers هم اللي هم الدكاترة الرعاية الصحية الأولية, هم بيبقى منوط بيهم ان هم ياخدوا بالهم in contact with social welfare department, بيبقوا مع المنظمات الهيئات الغير حكومية ومنظمات حقوق الإنسان والجوامع والكنائس, بيعملوا ووفروا تقديم خدمات supplying resources for elderly. This can be providing هم يقدموا لهم بقى eyeglasses, hearing or walking aids السماعات الودان او الكراسي اللي بيبقى اللي بعجل او العكاز for the poor elderly. Clubs and places for recreation, اماكن يتجمعوا فيها زي دار زي كده نوادي قاعات يتجمعوا فيها يقعدوا يعملوا حاجات جديده بالنسبه لهم. Opportunities for undergoing operations at low cost, يعملوا عمليات بتكلفه اقل. Volunteers or paid personnel for helping lonely elderly at their homes, ويكونوا متطوعين يروحوا يساعدوا كبار السن يقعدوا معاهم في البيت. Encouraging meals on wheels in which we ensure that at least one nutrients hot meal that reach the elderly either at their homes or in certain recognized places where they are gathered. بمعنى تضمن ان كل مسن توصلوا ميل اون ويل, يعني توصلوا الوجبه بتاعته وهو قاعد على الكرسي بتاعه, سواء كان في دار مسنين او في اي مؤسسه بترعاه, تضمن ان توصل له وجبة غذائية يومية متكاملة. أنا بالنسبة لي كده تمام. في أي حد عنده أي نوع من الغموض في أي حاجة في اللي فاتت دول؟ دكتور طيب. حضرتك قلت في الكانسر عايزين نعرف حاجة معينة كده, بس كانت إيه بقى؟ في السكرينينج قلتهم هم؟ طب خدش بالك من السكرينينج؟ secondary prevention قلت لك بتشوف يعني الحاجات اللي بتحدد السيتولوجي. هو ده كان البروستات دكتور صح؟ بقت البروستات كله مش بروستات بس, ما انا كاتب لك اهو اهو بص, كلينيكال اكزامينيشن اند انوال ماموجرافي فور ايرلي ديتكشن اوف كانسر بريست ان وومن, حلو ده. وبعدين سيتولوجيكال سكريننج فور سيرفايكال كانسر دان افري 3 ييرز, في اوكالت بلاد فور كولوريكتال كانسر, البي اس اي في البروستات كانسر, الفيتو بروتين في الليبات سيريال كانسر. وضحت تمام؟ أيوة دكتور تمام, يعطيك العافيه. يعطيك العافيه يا شباب, الله يسعدك دكتور. حد يسال على حاجه تاني؟ نعم اتفضل. في السكندري ديمنشا كان في اللي هي اللي اسمه ترانزيت ديليريوس ايبسودز, دي ما فهمتهاش. ترانزيت ديليريوس ايبسودز يعني بتجيله كلمة إبسود يعني نوبات, نوبات من الهلاوس. ديليريام, ديليريام دي يعني جاية من نكون يشوف هلاوس كده ويشوف يتخيل له حاجات, ده بتيجي نتيجة العزلة والوحدة وان هم ملوش فاميلي سبورت, مفيش حد بيرعاه سوشيالي, مفيش حد بيروح له بيسأل عليه, في ايزوليشن, فممكن يحصل ديمنشيا ويبدأ اقول لك بالبلدي يخرف يعني. تمام شكرا دكتور. تمام عفوا خلاص تمام. في حد عنده اسئله يا اولاد؟ بالتوفيق وان شاء الله كده تعملوا كويس في الامتحان باذن الله. ماشي يا دكتور, هنظبط ان شاء الله مع حضرتك عشان المراجعه يعني, بس مش دلوقتي ان شاء الله يا محمود باذن الله ان شاء الله. يلا سلام عليكم. الف سلام في رعايه الله. حفظك. السلام. Thank you.